احمد ربما انت تذكرني الان، واحنا عفوا يعني كيف احتل الانجليز مصر؟ لماذا جاءوا اصلا الى مصر؟ احكي لهم بقى قصه. الم تكن قناه السويس هي الاساس في هذا الموضوع؟ الم تكن الديون هي الاساس في هذا الموضوع؟ وانت الان حقيقه كلا الامرين بالنسبه للديون وقناه السويس بدات مره اخرى تراهن بها في الوقت الحالي. زي ما قلت لحضراتكم نحن مع التنميه تماما، نحن مع التطوير تماما، نحن مع اي مشروع ينتشل هذا البلد وينتشل اهلها من الضياع والخراب والدمار الذي لحق بها على مدار 10 سنوات ماضية. لكن هذا المشروع هو مزيد من الفشل، مزيد من الدمار والخراب، مزيد من الفوضى والعشوائية في المشروعات ذات الأولوية. أنا حاجة تاني هقول لك، يعني هظهر لك الآن على الشاشة 3 بيانات مهمة جدا جدا. البيان الأول هي إيه القدرة، قدرة استيعاب قناة السويس الحالية لمرور السفن اليومية بدون انتظار وبدون تأخير وبدون أي مشاكل. حسب تصريحات السيد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع كان بيحتفل من حوالي 10 شهور ونشر هذا الموضوع، إن مر في يوم واحد في القناة 89 سفينة دون أي انتظار دون أي تأخير على الإطلاق. وحضراتكم هذا الأمر مثبت ومعلن ومعروف والتصريحات موجودة، وطبعا بس زملائي مشكورين الان يزعوها لي على الشاشه. ده منشور في الاهرام، ان في يوم واحد يعني كانت اكبر، كان سجل يومي تاريخي احتفلوا به في قناه السويس، ان اكبر عدد من السفن مر خلال يوم واحد كان 89 سفينه. طيب اذا هذا يؤكد ان ما عندناش مشكله الان، لان عدد السفن اللي بيمر يوميا متوسطه من 46 سفينة إلى 64 أو 68 سفينة يوميا. فأنت مش في حاجة إلى توسعة، مش حاجة إلى السعة على الإطلاق. يعني ده أنا بقول لك يعني إيه الجدوى الاقتصادية؟ أنت رايح ليه ترمي مليارات الدولارات المصريين في المية؟ مش فاهم، أنا مش فاهم حتى الآن. في نفس الوقت الجدوى الاقتصادية الموجودة الخاصة بدخل قناة السويس في الموازنة العامة كام؟ ده مهم جدا. كام؟ أنت من بعد كان قبل 2015 لما كان هناك لسه التوسعة بتاعتك ما كملتش كان 4.5 مليار دولار. أدي الخبر حضرتك، كان يوم أهوت يوم 7 أغسطس 2022. أدي العنوان قدامك، حققت قناة السويس المصرية السبت أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة، وذلك بعبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار. إذا سعادتك أنا هو، إذا القناة تستوعب مرور يومي 89 و90 و100. طيب النهاردة المعدل اليومي كام؟ هشوف برضه دلوقتي معانا البيان، احنا بكام متوسط السفن اللي بتمر مثلا من 2015 لحد النهارده كام؟ دلوقتي هوريك على الشاشه برضه بالارقام عشان تعرف ان احنا اصلا ده يا عم ده الكلام ده كله في الاربعينات والخمسينات، يعني نص طاقه القناه. يعني بالبيان وفق البيانات الرسميه الصادره من هيئه قناه السويس، شوف حضرتك النهارده معايا على الشاشه متوسط عدد السفن العابرة للقناة يوميا خلال 10 سنوات ماضية وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. عام 2014 و2015 قبل الحفر كان 47 و48، بعد حفر التفريعة في 2016 46 سفينة، 2017 48 سفينة، 2018 50 سفينة، 2019 52 سفينة، 2020 52 سفينة، 2021 57 سفينة، 2022 متوسط يومي 58 سفينة، 2023 السنة اللي فاتت كان متوسط يومي 49 سفينة. 49 سفينة متوسط يومي والقناة تستوعب 90 ودون أي مشاكل بدون انتظار. هتعمل فرع تاني ليه؟ هترمي مليارات المصريين في المية ليه؟ إيه الجدوى؟ ثم انت وعدت المصريين لما جيت التفريعه اياها تعملها، قلت بقى هدخل ايه؟ هدخل مصر مئات المليارات وعشرات المليارات.
ادي قدام حضراتكم اللي بالاحمر ده داخل القناه، اللي بالازرق اللي داخل موازة الدوله، الباقي ما تسالنيش عليه راح فين، راح للهيئه اللي قناه السويس، راح اتاوى. ادي سعادتك في 2015 قبل حفر القناه كان داخل الموازنه العامه للدوله من قناه السويس 4.5 مليار دولار. تمام. لما حفروا القناه 2016 اللي داخل الموازنه المصريه 3.6 مليار دولار. يعني اقل مليار دولار. في 2017 بقى 3.1 مليار دولار. انا بكلمك على الفلوس اللي دخلت موازنه الدوله للمصريين، للشعب المصري. 2018 دخل الموازنه العامه 3.2 مليار دولار. 2019 دخل 3.4 مليار دولار. 2020 دخل 3.9 مليار دولار. ثم اخيرا 2021 ربنا نصفنا ووصل الرقم الى 4.2، رجع تاني 2022 الى 3.8 مليار دولار. اذا الكلام واضح، اللي بيدخل جيب المصريين في الموازنه العامه لم يصل 4 مليار دولار، لم يصل 4 مليار دولار. والفارق ده ساعات اللي بتاخده تقول لي اصل ده اتاوه القناه، اصل ده خبره ملكيه خبره القناه، اصل دي الهيئه الاقتصاديه للقناه، بتاخد الفرق ده لسعادتك ان ما نعرفش عنه حاجه كمصريين. اذا متوسط دخل القناه من 3 ل 4 مليار دولار سنويا. سنويا. ما انت قبل كده خدت من المصريين اكتر من 60 مليار جنيه وقلت لهم علشان القناه بقى ما شاء الله هتجيب لنا مليارات وعشرات ومئات المليارات، وادي الارقام المخيبه الامال. تقوم تاني تقول هعمل فرع تاني وقناه تانيه جنب القناه. مش هكلمك على هذا الموضوع واستهداف الامن القومي المصري، ده احنا في حرب 73 يا مؤمن. لما اجتازنا بس قواتنا المسلحه اجتازت قناه السويس، عبور قناه السويس كان دي الانتصار الحقيقي. لما انت تعمل لي فرع تاني وعبور تاني وعندك عدو الناحيه التانيه، انت بتصعب الامر عليا ليه؟ انت بتصعب الامر على المصريين ليه؟ يبقى اذا لا توجد جدوى اقتصاديه، وللاسف الشديد لا توجد جدوى امنيه، وهذا يمس الامن القومي المصري. ويبقى السؤال، لماذا اذا الان يفكر النظام في هذا الموضوع، في دراسه الجدوى لانشاء فرع تاني؟ ده السؤال الذي لن تجد له اجابه، لان الاجابه في بطن مين؟ في بطن صاحب القرار.